بص هو اقول لك على حاجه، يعني هو الاحتراف علمنا حاجات كتير جدا في السنتين او سنتين ونص اللي انا احترفتهم في اوروبا. يعني بص اصل اقول لك على حاجه، انا بيتك ساعتها ما رحبش بيك، يعني مش برحبش بيك، ما لقيتش منه استجابه انت تقدر تلعب فيه. يعني ده في اول وفي الاخر طبعا ده رايي منظومه، وانا عمري واحد ما هيقدر يشيل من النادي اللي هو رباه، لكن خلاص هو كان شايف المجموعه اللي معاه مثلا ان هو هم دول المستقبل، او احنا مثلا سننا كبر، الله اعلم يعني. لكن الاحتراف علمني الاصرار، واللي انت لازم تلعب في اي مكان تبقى فيه تعمل فيه نتيجه، يعني تبقى ناجح فيه. فهو ده الهدف اللي احنا كنا حق. انا راجل الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، انا راجل طموح، وانا الرياضه ما فيهاش مستحيل في اي حاجه في الدنيا، في اي رياضه ما فيهاش مستحيل. فكان هدفي ان انا اثبت للناس ان هم ما كانوش حابين ان احنا نرجع بيتنا، لا يا جماعه احنا موجودين والحمد لله رب العالمين، عملنا انجازات. فهو ده كان هدفي، ان انا بس انا موضوع الود اهلي خلاص ما كانش فيه نصيب ان انا ارجع نادي الاهلي، لكن مش هقعد في البيت مش اكيد، لا يعني لازم ده مستقبلي، ده شغلي، وانا حابب المجال دوت اللي انا انجح فيه واعمل فيه حاجه. ودي ما تقلش من حد، ان انا حابب ان انا مثلا ليه ما كنتش مثلا اكتر واحد حاصل بطولات في مصر مثلا في افريقيا، يعني الحمد لله واتعلمت الكلام دوت من اساس من يعني اخواتي الكبار ان هم لعبت معاهم، غير ان انا اخواتي اساسي اصلا يعني رياضيين. اخ كبير اخويا هشام ربنا يا رب يديله الصحه، يعني ربنا يا رب يكرمه في كل حياته، ان هو خلاني هو من سبب الاسباب اللي انا اكون بني ادم رياضي طموح. هو اللي علمني حاجات كتير جدا يعني، زائد طبعا اللعيبه اللي انا لعبت معاهم طبعا، كابتن حمد صافي وكابتن محمد مصلحي وكابتن هاني مصلحي وكابتن ماجد مصطفى وكابتن امير رشدي وكابتن وائل العايدي، والناس دول انا اتعلمت منهم. الناس دي يعني تاريخ نادي الاهلي في الكره الطايره طبعا، فتعلمت منهم يعني ايه مسؤوليه، ويعني ايه يعني ايه نادي الاهلي، يعني ايه التيشيرت الاحمر، يعني ايه البطوله لما بتروح منك دي هتتكتب اللي انت راحت منك بطوله. فتعلمت منهم حاجات كتير جدا، فده اداني دافع كبير جدا على ان انا فيه دلوقتي. لا والله ما فيش، هي كانت بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا موضوع مشاني من النادي الاهلي، انا اول فتره كانت ايام الثوره والكلام ده كله، كان طبعا الدنيا ما كانش فيه نشاط رياضي خالص في البلد. بعد كده جالي عرض احتراف ساعتها في روسيا. لا انا اسف، موضوع اول احتراف ليا كان في روسيا، كان عادي كان خلص، وجالي عادي في روسيا. كنت انا حابب اجرب تجربه الاحتراف الاوروبيه، يعني ان انا رحت قبل كده الخليج، ورحت لعبت بطولات عربيه مع انديه في الوطن العربي يعني. فالموضوع كان بالنسبه لي مش كان ده طموحي، يعني كان طموحي ان انا اجرب التجربه الاحترافيه بقى اللي هي فعلا ان هي واحد يظهر فيها يعرف هو فين يعني. فكان ساعتها كان ربنا كرمني وجالي عقد من نادي روسي اسمه دينامو يونتر، كان ترتيبه اللي هو من الثمانيه، يعني هو الثامن تاسع. فكان انا بالنسبه لي كان عايز اجرب تجربه ان انا ابقى اظهر فيها يعني. فالحمد لله ربنا كرمني ساعتها وسافرت روسيا، عملت موسم كويس، بس ما كملتوش الاخر للاسف، ان كان في ازمه ماديه في النادي كبيره، فلعبت معاهم نص الموسم. والحمد لله كنت ماشي هناك احسن لاعب في الدوري الروسي لحد ما انا مشيت، والحمد لله حتى عملت سمعه كويسه جدا هناك. وساعتها طبعا جت في ظروف اقوى من اي حاجه، النادي كان حصل مشكله كبيره فيه اللي هي المشكله الماديه، وفي لعيبه كتيره جدا من البلد اللي هم الروسيين مشوا وراحوا الانديه التانيه عشان طبعا ما فيش دخل داخله يعني. ساعتها فعلا النادي الاهلي كلمني تاني قال لي احنا ارجع بيتك، بيتك اولى بيك وكده. وفعلا كان ساعتها كان جاي لي عرض تاني في تركيا، وكان ليا زميل يعني معايا في مصر عبد الله عبد السلام طبعا معروف، زميل العمر يعني اللي احنا متربيين مع بعض، كان بيلعب في نادي ميف في تركيا. كلمني ساعتها قال لي عايزينك هنا، بيتكلموا عنك اللي هم عايزينك، سمعوا عنك في روسيا انت ماشي كويس جدا وبتاع، فعايزينك تكمل معاهم الموسم. ساعتها بصراحه لما لقيت الاهلي كلمني طبعا، لا انا فضلت بيتي ان هم الناس يعني صراحه، من اول لما سافرت اول يوم لحد ما مشيت لا هم كانوا متابعيني خطوه بخطوه، ايه اخبارك ومتابعين انجازاتي. فاول لما عرفوا بالازمه ديت فكلموني قالوا لا احنا كفايه تعالى ارجع بيتك وبتاع. ف
فقال لك لا لازم تيجي تكمل، تعالى احنا محتاجين لك وكده. فطبعا انا ما قدرتش طبعا اقول لهم حاجه، طبعا ده بيتي في اول في الاخر، ما ينفعش يكون محتاج لي في حاجه وانا اقدر ارفض. ورجعت ساعتها بقى بدايتي ان انا لعبت معاهم موسمين، كملت الموسم دوت، والموسم اللي بعديه طبعا حصل احداث بورسعيد، طبعا الدوري وقف، وحتى الدوري ما اتلعبش غالبا على ما اتذكر، يعني الدوري ما كملش، ولعبنا غالبا الكاس بس، كسبنا الكاس. وكان حصل مشاكل كبيره جدا ان الدوري يعني عمل مشكله كبيره جدا طبعا في المستويات. يعني ساعتها لعبنا الكاس وكان في مناقشه ان هم يتكلموا في موضوع بطوله افريقيا، نروح ولا ما نروحش، نروح ولا ما نروحش. لاخر لحظه رحنا بطوله افريقيا. طبعا انت واقف قاعد سنه، يعني بتاع 7 8 شهور ما بتلعبش حاجه غير تمارين بس. رحنا بطوله افريقيا، فطبعا ربنا ما قدرش احنا نكسبها يعني. بعديها جالي عرض تركيا. انا يعني انا كنت ساعتها كنت لسه ماي 3 سنين في النادي الاهلي. بصراحه ده ميزه النادي الاهلي طبعا، لما يكون اللاعب ليه رغبه ان هو يحترف بره، ويكون نادي يعني في الانديه اللي هي منافسه. فساعتها كان جالي عرض تركيا اللي هو هال بنك دوت، ان انا عملت فيه طفره كبيره جدا الحمد لله رب العالمين. خدت معاه كاس اوروبا وكاس تركيا، خدت احسن لاعب واحسن ضارب واحسن مرسل بطوله اوروبا. فجيت اتكلمت طبعا مع كابتن سامح حمد، ساعتها كان رئيس الجهاز، واتكلمت مع كابتن ابراهيم، والله انا جاي لي عرض انا شايف ان هو مفيد جدا ليا وهيبقى مرحله كبيره جدا في مستقبلي. بصراحه ما حدش وقف ضدي خالص في الموضوع دوت. بصراحه كابتن ابراهيم موافق، وكابتن سامح حمدي كلم كابتن حسن حمدي ساعتها، وكابتن حسن حمدي ما بصراحه ما علقش غير لو اللعيب هو ده طلبه ورغبته، لا احنا طبعا عمرنا ما نقف مع ضد العيب يعني. وفعلا ده حصل. بعد كده قعدت 2 سنين في تركيا، اول سنه قعدت في هالبنك، وثاني سنه قعدت في جاتا سراي، وساعتها كان معايا عبد الله عبد السلام في السنه الثانيه. ورجعت على مصر. اول لما رجعت على مصر كنت حابب طبعا، اي واحد طبعا اتمنى ان هو يرجع لناديه. انا كنت حابب ساعتها ارجع خلاص ارجع لمصر بقى خلاص، يعني انا كان اولادي كبروا وبتاع، فانا كنت حابب ان انا اقعد في مصر. الاول لما رجعت ما كانش فيه اي يعني ما فيش اي مفاوضات من الاهلي خالص. سببها ايه؟ انا ما عنديش يعني ما عنديش حاجه اقدر اقول مثلا او حاجه يعني سمعتها بودني مثلا، لكن هو ما كانش فيه طبعا مفاوضات رسميه. ما كانش فيه مفاوضات رسميه من اداره يعني، او مثلا مندوب مثلا جاي من النشاط الرياضي، او مثلا وعده مجلس اداره او اي حاجه. فطبعا جاء نادي الجيش اتكلم معايا انا وعبد الله ساعتها اللي احنا نعمل نيجي نلعب نادي الجيش. طبعا نادي الجيش في الدوري المصري قبل احنا اصلا ما نروح، وكان بينافس على تاني تالت الدوري المحلي. فساعتها قعدنا نفكر شويه وقعدنا نتكلم، طب هنعمل ايه، طب خلاص. فعملنا فمضينا سنه في اول سنة، اول بدايتنا في نادي الجيش كان مضينا سنه. وساعتها ناس كتير قوي جت بعد كده، احنا ما كنتش اعرف ان كان في لعيبه من النادي الاهلي مشيت كتيره. كان محمود رؤوف، وكان محمد الحسيني، وكان عبد اللطيف عثمان، و دول اللي انا على ما اتذكرهم يعني، هم الثلاثه دول. وانا وعبد الله كنا جايين من بره. فسمعت كان في مشاكل كتيرة جدا في النادي الاهلي الفترة دي، كانت فترة حساسة جدا في النادي الاهلي يعني، ان حتى اللعيبة اللي موجودة مشيت، كعودة خلصت ومشيت، حتى التجديد كان اللي انا سمعته ان هو كان بطريقة مش لايقة للاعب يعني. المهم فطبعا اللي فيه لعيب راح الزمالك، عبد اللطيف عثمان راح الزمالك، واثنين لعيبة جم معايا الجيش. هم مضوا قبل، انا كنتش اعرف. بعديها رحت انا وعبد الله، خلاص قلنا خلاص نتوكل على الله ونمضي في نادي الجيش السنه الاولانيه. ساعتها ربنا كرمنا. طبعا هو كان طموح نادي الجيش طبعا لما جاب لعيبه كبار، اللي هو كان طموحه اللي هو ياخد بطولات بقى، يعني يبدا يخش في منافسه البطولات المحليه. ساعتها ربنا ما قررش ان احنا ناخد الدوري، خدنا تاني الدوري ساعتها، وده كان متاخر عن الجيش بقاله فتره، كان ناخد تالت رابع. فاحنا خدنا تاني ساعتها، كان الزمالك هو خد الاول، وخدنا كاس ولعبنا بطوله عربيه خدنا تاني، وخدنا كاس مصر. دي كانت اول بدايات الانتصار في نادي الجيش، ان هو كان اول عمره ما خد بطوله قبل كده، كان على طول بينافس في تاني تالت. ده كان اقصى حاجه لنادي الجيش. خدنا الحمد لله اول بطوله فتحت نادي الجيش، كان هو كاس مصر. ده من خصوص من فتره النادي الاهلي.
بعد كده طبعا بقى كملت من ساعتها بقى لحد دلوقتي بقى بلعب في فريق الجيش بقى ايه 3 سنين، خدنا 5 بطولات. وده انجاز عمره ما حصل قبل كده في مصر، ان طبعا اول لما طلعت اللعبه في مصر ان الاهلي والزمالك هم المنافسين الكبار قوي على البطولات المحليه والافريقيه والعربيه.